السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بنات، كيفكم؟ اليوم رجعت لكم فيديو تكملة لسلسلة الطلب أونلاين، بتكلم فيه عن موقع أتوقع أكثركم حفظه من كثر ما جبت طاري وتكلمت عنه، اللي هو موقع فارفتش. تكلمت عنه على السناب وعلى الإنستغرام وعلى المدونة، بس على المدونة تكلمت عنه بشكل بسيط، بس ذكرت لكم السلبيات والإيجابيات بشكل بسيط، يعني مرة كان في الانستغرام عرضت لكم قطعة طلبتها منه، وفي السناب قلت لكم انه عندهم الحين تخفيض، وهذا الشيء اللي خلاني استعجل لكم بهذا الفيديو. قبل فترة طلبت منهم قطعة، واول ما وصلت على طول فكرت اني اسوي لكم تقرير عن الموقع نفسه، اتكلم لكم عن القطعة اللي انا اشتريتها بالضبط. ايش فكرة الموقع، او تقولون وش اللي يميز الموقع؟ الموقع باختصار يعمل كوسيط. كيف وسيط؟ يعني هو مجرد يكون الوصلة بينك وبين بوتيكات العالم. البوتيكات هاي قد تكون في أوروبا، قد تكون في أمريكا، قد تكون في أي مكان في العالم. هو مجرد إنه يوصل بينك وبين هذا البوتيك، يعني تطلبين منه يستلم فلوسك المبلغ، ياخذ طلبك يوصله للبوتيك، البوتيك يسوي البروسس ويتعامل مع الطلب، وبعدها ينشحن لك الطلب. حلو انه يوصل مباشر للسعودية، وهذا اكثر شيء البنات يتأزمون منه، فانه يوصل مباشر مرة شيء جميل. وغير كذا بين فترة وفترة يسوي عنده عرض انه يكون الشحن العالمي مجاني اذا انفقتي 160 دولار، واساسا اغلب القطع اللي عنده غالية، يعني فانتي اكيد بتنفقي 160 دولار، فيكون الشحن مجاني، فهذا مرة شيء جميل. شراء النشرة البريدية تبع الموقع، يرسلوا لكم الأخبار الموقع باستمرار، فلما يوصلك أنه عندهم عرض شحن مجاني لا تفوتين هذه الفرصة صراحة، لأنها مرة شيء جميل وبتوفر عليك مبلغ لو كان بسيط، لكن بتوفر. تسأل طب إيش معنى بوتيك؟ إيش هذه البوتيكات العالمية؟ البوتيك هو المحل، ولكنه يكون محل صغير مو كبير، ويكون يجمع كذا براند عالمية، تكون يعني تكون من النوعية الغالية اللي أسعارها غالية مو اللي أسعارها عادية، ويكون صاحب البوتيك مثلا يختار الماركات معينة، يعني تكون عنده ماركات معينة من اختياره. بس هذا تقريبا معنى البوتيك، قد يكون في معاني ثانية للبوتيك، لكن هذا المعنى الشائع وهذا المعنى اللي قائم عليه الموقع هذا. مش طلبت انا قد طلبت قبل وقد وريتكم اياه، اللي هي شنطة مايكل كورس اللي لونها خردلي على اصفر كذا، قد وريتكم اياها، بحط صورتها، وكلكم حبيتوها صراحة، لدرجة اني ابغى اعطي كل واحدة منكم هدية منها، لان لونها صراحة مرة جميل. هذا الفكرة الموقع، انه يجيب لك اشياء غريبة، اشياء مو بالضرورة تتوفر بوتيك الماركة نفسها، يعني لو تروحين للمملكة ما تلقين كل الأنواع وكل الأشكال. وفي نقطة برضو نقطة إيجابية بذكرها بعد شوي، القطعة اللي شريتها هي دولتشي أند جابانا وولت باج، طبعا هي مرة اشتهرت هذه النوعية، أنا حبيتها كفكرة أنه يمديني أستخدمها الأشياء كاجول، بنفس الوقت يمديني أستخدمها أشياء أفخم زي العزايم والجمعات وكذا، لأنها بتيت كذا مرة صغيرة كأنها كلتش، فمرة حبيت فكرتها. يوصلك الطرد تقريبا خلال 4 أيام إلى 5 أيام بالكثير مع DHL أو UPS، ويكون عليه معلوماتك مكتوبة على الكرتونة، اللي هو عنوانك الشحن، الكرتون يكون مكتوب عليه رمز فارفتش، أما الباكج نفسه يكون من نفس البوتيك اللي أنت طلبتي منه، بعض الأحيان يكتبون لك عبارات وكذا، شكر وتقدير وثناء وأشياء. القطعة جتني مغلفة، طبعا أنا فاكة التغليف زي ما تشوفون، نموذج الترجيع، أتوقع أنه تعبينا وتعطينا DHL أتوقع ويرجعونا لنفس البوتيك، بس ما أدري الآلية بالضبط كيف تمشي، ما أدري هل أنت لازم تدفعين لهم مبلغ زيادة ولا مجاني الترجيع، ما عندي معلومات صراحة. طيب نفتح الباكج، هذا الكرتونة من برا، نفس تغليف الماركة الأساسية كذا هي. طيب
هذه الشنطة أنا مرة حابة فيها إنها بتيت صغيرة كذا، يمديك تستخدمينها كاجوال ككروس، ويمديك تستخدمينها للعزايم والأشياء كذا ككلتش. يعني مرة حبيت فكرتها. طبعا هي والت يعني على شكل محفظة صغيرة مرة، ما تكفي أشياء كثير. طبعا أنا اخترت السودا والهاردوير جولد، كلها سلسلة ذهبية واللوجو ذهبي. تفتحينها تجيك الفتحات أو المداخل للكارد ومدخل للجوال. طبعا الجوال يكفي ايفون 5 وايفون 6، ايفون 6 بلس ما يدخل لانه مره كبير عليه. ما في فتحه من هذه الجهه، لكن في فتحه من الجهه الثانيه، ما ادري ايش تكفي صراحه. يمكن فلوس لو بغيتي. معاها الاوثنتيك كارد اللي هو بطاقة الأصالة، تثبت أصالة القطعة. اللي خلاني أتكلم لكم عن الموقع وأستعجل فيه إنه لاحظت فرق الأسعار، فرق مثلا سعر هذه الشنطة عن سعرها في البوتيك نفسه، بوتيك دولتشي أند جابانا الموجود عندنا. أنا شريتها بكم؟ $500، يعني حوالي 2000، ما تعدت 2000، والبنات شارينها 3000، يعني شيء يقهر صراحة، ومبلغ مو بسيط تقولي. طبعا انا من هواة الطلب اونلاين ودائما بصفه، بس يمكن بعضكم يعني يحب الاولد ستايل الكلاسيك، انه يروح للمحل، يروح للبوتيك ويشتري، يبغى الكيسه او يبغى الكرتونه، او يعني يحب الشكليات كذا، فكل وما يهوى. بس انا احب اني احقق فرق. تقريبا هذا هو التقرير بالكيفية الطلب بالضبط، تعبين معلوماتك وكيف تدخلين بياناتك وكذا، هذه كلها بتكون موجودة على المدونة بالصور مشروحة بالتفصيل. حسيتها أفضل من أنها تكون فيديو. شاركوني مشترياتكم إذا طلبتوا، وبس لا تنسون لايك شير سبسكرايب، نشوفكم فيديوهات تانية. باي.